السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى كل شيء يكون مزيان. هذا اول فيديو ديالي في القناه. كنتمنى انكم تدعموني فقط بالاشتراك في القناه وفي نشر الفيديو لتعم الفائده. بالنسبه لهذا الفيديو شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه شرح مبسط لكيفيه التسجيل في واحد السيت لربح المال من الانترنت. هذا السيت غنربحوا به المال من الانترنت بواحد الطريقه اللي هي زوينه، وبدون زعما واخا ما يكونش عندنا راس مال باش نبداو، بدون راس مال غتبدا تربح المال من الانترنت، واخا بواحد المبلغ قليل في الاول. كتكون ارباح قليله في الاول، ولكن من بعد كتربح، كتزيد تربح اكثر قد ما زدتي معاهم الشهوره، قد ما انت كتربح اكثر. هادشي تقدر تقلب على هاد السيت في جوجل، تقدر تقلب عليه في يوتيوب، وغتشوف الناس شحال كيربحوا. كاين اللي كيوصل 67 دولار في اليوم، 67 دولار في اليوم. دونك بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. انا خليت لكم الرابط ديال السيت في صندوق الوصف. غتدخلوا صندوق الوصف غتلقاو واحد ليا غتكتبوه، انا غندخل به نيت هو، انا غندخل به غنوريكم كاع المشاكل اللي كيواجهوها بزاف الناس ملي كيكونوا داخلين السيت. هما هاد لي باج اللي كيبانوا، هاد لي باج اللي كيبانوا راهم عاديين، راهم فقط اعلانات. وكما قلت لكم راه هاد السيت ديال الاعلانات. اسمحوا لي يمكن ما شرحت لكم السيت شناهو. هاد السيت هو كتربح فلوس فيه بطريقة عن طريق مشاهدة الاعلانات. كتشوف اشهار كتربح عليه فلوس، اشهار ما كيفوتش 15 ثانية كتشوفو كتربح عليه فلوس. دونك في البداية كتدخلوا كتلقاو هاد الاعلانات راهم عادي، كتحيدوهم بهاد الكروة اللي الفوق. هايا كنجيو هنا كنلقاو تسجيل. كنت تسمحوا لي راه كنت اكتواليزي لا باج. دونك هادو راه عادي لحقاش كنت عفطت على شي حاجه، داكشي علاش لي باج كيتزادوا بزاف هاد السيت. الوغ اي باج تزادت كنحيدوها، ديما كنبقاو في الباج الاصليه. وبغيت ننصحكم نصيحه اخرى، هو انه من المستحسن انكم تدخلوا من بيسي. انا ديما خدامه فيه من البيسي، غير هو باش نصايب فيديو ونلوحو في يوتيوب كان خاصني ندخل من التليفون باش تغير تصايب ليا. اما السيت ما بغيت تخدموا فيه خدموا فيه من البيسي، لحقاش في بيسي كيبان شحال من باج تزادت، كيبان فين هي الباج الاصليه وفين هي الباج غير ديال الاعلان. دونك انا غنحيد هاد الاعلانات. اللي غن اكتواليزي لاباج. انا غنحيد الاعلانات، غندير تسجيل. هاهو ديما الاعلانات كاينين، غير حيدوهم متسوقوش ليهم. دونك بالنسبه للتسجيل كيكون طرق ديال ديك طريقه التسجيل البديهيه اللي فين ما كتدخلوا لاي موقع واي حساب كيبان لكم هاد الطريقه التسجيل. كتكتبوا الاسم كامل بالانجليزيه، ما تكتبوش باللغه العربيه. البريد الالكتروني ديالك كتاكدوه، كتعاودوا تكتبوه. ديما كتلقاو هاد عليا شهيد، هي سميتي انا، وهاد عليا شهيد هو اسم المستخدم اللي كنخدم به انا في السيت في الكونت ديالي. ياكو هادي راه عاديه غير لحقاش داخلين من اليان ديالي، داخلين من اليان ديال اللي حاطه لكم في صندوق الوصف، داكشي علاش كتبان لكم هاد العليا. بالنسبه لاسم المستخدم كتصيبوه من عندكم. البارح كنسولوني شي بنات على اسم المستخدم كيفاش كيتصيب، راه عادي كما كيتصيب في انستغرام. بحال دابا انا سميتي عليا شهيد، الاسم عليا والكنيه شهيد، انا لاصقتهم ودرت عليا شهيد. بالنسبه لاسم المستخدم ممكن ديري بين سميتك، ممكن تلاصقي سميتك سميه والكنيه، ممكن ديروا ما بين سميه والكنيه نقطه. هادشي بالنسبه للناس القلال اللي ما كيعرفوش هادشي، اما جو بونس الاغلبيه كيعرف هاد الامور. كلمه المرور وتاكيد كلمه المرور، كديروا كلمه المرور جديدة ديالكم نتوما، كتكون ساهله باش غير تبقاو عاقلين عليها. بالنسبه لهاد جوج خانات الاخرين، هاد جوج خانات الاخرين ما كيبانوش. علاش؟ لقاش دايره هادشي باللغه العربيه، اما هادشي ملي كيكون بالفرنسي ولا بالانجليش كيبان شنو مكتوب تما. بالنسبه الاولى كيكون فيها تاريخ الازدياد، لو جور انيفيرسير كتعمروه. وبالنسبه للثانيه كيكون فيها الجنس ديالكم، واش نتوما ذكر ام انثى، كاين اللي ما كيبانش ليه. دونك بالنسبه اللي خدام بالاندرويد واللي خدام بيسي راه غيبان ليه. كاين كاع اللي كيخدموا بيسي، هو شوفوا اللغه العربيه، مستحسن انكم ما تسجلوش باللغه العربيه لحقاش بزاف الحوايج كيتمحاو ما كيبانوش. دونك هنا كيكون غير لو جوندر. حاولوا انكم تقلبوا هادشي سميتو اللغه اخرى، اللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه، وثقوا بيا انه غيبان لكم هنا شنو كاين. كتكون يا اما انت يا اما ذاك، كتختار وحده فيهم، كدير داك التحقق
من الصوره باش تتاكد بلي انت راك ماشي غوبو. هنا شنو طلبوا منا؟ طلبوا منا الطحان صافي، كتاكدوا وكديروا كتاكدوا التصاور ديال الطحان. هاد ضروري، هاد المربع الصغير ما كينتبهوش ليه الناس، ضروري تتاكد على انك موافق على الشروط وكدير التسجيل عادي. دونك من بعد ما كتسجلوا كيصيفط لكم واحد الميساج في السيت نيت، كيقول لكم بلي راه صيفطنا لكم ان ميساج في الجيميل ديالكم. كتدخلوا للجيميل وكتشوفوا الميساج اللي صيفطوا لكم، كتلقاو فيه واحد ليان، هذاك ليان مكتوبه فيه اكتيفاسيون. دونك هذاك ليان كي اكتيفي لكم الكونت، كتعرفوا على داك ليان كيعاود يدخل لكم كيقول لكم زعما اهلا وسهلا راه الكونت اكتيف عليكم. دونك من بعد صافي كتخرج من داك الباج، كتدخل لباج اخرى، كتدخل لباج اخرى عاديه وكتكتب اسم المستخدم، اسم المستخدم يوزر نيم اللي درتوه والمود باس اللي درتوه، كتاكد بلي راك انسان ماشي غوبو وكدير الدخول. انا غنشرح لكم شنو كيبان لكم في الدخول وكيفاش تبداو تربحوا من لو سيت. ملي كدير دخول ضروري كتمر من هاد الخطوات، ضروري ما كدوز منهم كاملين، الناس كيتلفوا فيهم هاد الاشارات كنحيدوهم. ضروري كتبان لكم هاد لاباج، هاد لاباج كيكون فيها الفوق واحد الشريط غيكمل، انا غنوريكم كيفاش كيبان من انتوما زعما هازين تليفون هكا. نحيد هاد الاشعار وانا معاكم، فوالا شتي كيفاش كيبان؟ كيبان صغير الفوق، داكشي انايا اصلا درت التليفون هكا باش يبان لكم كيفاش كيبان للناس اللي داخلين من التليفون. كتختار الوجه المقلوب، الراس المقلوب، فوالا الاشهارات، الاشهارات كنحيدوهم، فوالا ها هو دخل. دابا غنرجع باش نشرح لكم، ها هو دخل، ها هو الكونت ديالي هذا، يلا دايراها غير يومين هادي. كيفاش دابا تبداو تربح الفلوس؟ كيفاش تبدا تخدم في هذا السيت؟ كتمشي هاد ثلاث الشرطات اللي في الجنب هادو، فوالا كيبان لكم هنا ربح الاموال، كديروا مشاهده الاعلانات، فوالا كيبداو الاعلانات. طرق سهله قبل ما يبداو الاعلانات، بعدا كيبان لكم هذه القضيه هي باش تاكد باللي راك ماشي روبو. ها هما الاعلانات هادو كاملين، اعلانات كاملين. كيفاش دابا كنخدمو فيهم؟ كيفاش كنخدمو بيهم؟ كاين هاد الثلاثه الاولين هما اللي كيخدموا بيهم اغلبيه، هاد الثانيه ما كتكونش خدامه كما كتشوفوا ما فيها والو. الاول والثالث وبلا يخدموا بهم بزاف الناس، ها هما انا كنت يلا خدمت بهم دابا. داكشي علاش دابا توقفوا ليا، شنو هو البرينسيپ ديال هاد الشيء؟ هو انه الاشهار الا شفتي مره واحده ما كتبقاش تشوفو جوج مرات ولا ثلاث مرات، كتشوفو مره واحده في 24 ساعه. يعني انا فاش دابا صافي وقف، ما بقاش اصلا استفدت منهم كاملين هاد الليله. دونك في 24 ساعه ما كتبقاش كتستافد منهم مره واحده في 24 ساعه. ها هما انا غنوريكم دابا كاين واحد ديزاسوس كيفاش تخدموا بهاد الاشهارات، كيفاش انكم تربحوا منهم. كاين ديزاسوس، انا دابا غنوريكم واحد التسجيل درتو في البيسي، غنوريكم كيفاش وغنشرح لكم زعما شنو هما هاد ليزاسوس. اوكي دونك دابا غنبدا بليزاسوس ديال بونوس ادس. بونوس ادس اللي هو ثالث اعلان، هذا عنده واحد لاسوس اللي شويه هذا خصك ضروري تفهمو. انا غنعفط على اعلان منه، انا عفط مثلا على اعلان منه، هنا عفطت عليه
ياكو ملي كنرجعو للباج الاصليه، ملي غنرجع للباج الاصليه انا غنرجع ليها دابا، كيقول لك تسنى حتى يبان الاعلان. ها هو بدا، ملي كنرجع للباج الاصليه كنلقاهم بلي بداو كيحسبوا الثواني ديال الاعلان، الاعلان في 20 ثانيه بداو كيحسبوها. المهم انا كواحد باقي جديد باقي يلاه بدا، ملي غنشوف الثواني كملوا هاد الباج الثاني الاعلانات كتكون كلها عامره، يعني البلاصه اللي عفطت عليها كتلقى فيها اعلان، البلاصه اللي عفطت عليها كتلقى فيها الاعلان، يعني هادشي راه عادي. وكتبقى تحيد في لي باج اللي زايدين، كتخلي الباج ديال الاعلان وكتحيد لي باج الثوازيام باج اللي كتزاد بسبب داك الاعلان. دونك انا ملي غنرجع للباج الاصليه غنلقى بلي غنلقى بلي عطوني كمل الثواني وعطوني واحد الاختبار غنديرو، واني غنختار الوجه المقلوب راس المقلوب. شوف واش غيقولوا ليا. فوالا شفتوا جوج قالوا لي بلي راني مازال ما شفتش البونيوس اد، هادشي كامل على واحد الباج اللي سميتها البونيوس اد، يعني كتدخل الاشهار وكتبقى في الاشهار كدير واحد الخطوات باش توصل لذاك الاشهار اللي هما باغينك تشوفو، فهمتي؟ وهذاك اخر خطوه هي اللي كتقول لهم مثلا باللي صافي فوالا راه 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 راك انت زعما شتي اشهارات كاملين. دونك انا غنشرح لك كيفاش شنو هما هاد الخطوات اللي خصك دير باش انهم يقبلوا لك المشاهده. كتدخل بعد الباج داك كتدخل الاشهار كتلقى باللي راه كيحسبوا في الثواني، الاشهار كيكون عامر اشهارات اخرين، يعني البلاصه اللي عفطت عليها كتبغي غير تهبط لاباج كيدخل لك اشهار، كتبغي غير تهبط لاباج من هنا كيدخل لك اشهار اخر، يعني هادشي راه عادي خص شويه الصبر. راه هاد السيت كما قلت لكم ديال الاشهارات هادشي متوقع منه، كتهبطوا لتحت ملي كيكملوا الاشهارات كيوصلوا لواحد كتوصلوا لواحد المرحله صافي الاشهارات كيكملوا، كتهبطوا لتحت ديال لاباج كتلقاو فيها كونتينيو، كتهبطوا هذيك كونتينيو كتهبطوا عليها كما كتشوفوا كتخرج لكم هذه هي لاباج. هادي انا غندير بوز باش تشوفوها، هادي هي لاباج اللي هما كيبغيوك تشوفها، هادي اخر مرحله في هاد بونيوس اد، اشهارات ديال بونيوس اد كاملين، هادي اخر مرحله فيهم، خاصكم تبقاو متبعين الخطوات، دير كونتينيو تاخد الليان دير كلشي وفي الاخر توصل لهاد الباج، هادي اخر باج كيبغيوكم توصل ليها. دونك دابا ملي غنرجعوا للباج الاصليه اللي هي هادي، هادي غير باج زايده ديال الاشهار، هذه باج الاشهار، هذه باج الاصليه ملي غندير نحقق الشرط غيقول لي شكرا للمشاهده صافي زعما راه شاهدت والفلوس دخلوا، ملي كيقولوا شكرا للمشاهده الفلوس كيدخلوا. دونك انا غندير لكم واحد النوع اخر ديال الاشهار، هاد الاشهارات جوج وواحد راهم بحال هاد اربعه وثلاثه، هاد بونيوس اد فيها بزاف الانواع ديال الاشهارات. دابا غادي نشوفوا نختاروا شي نوع اخر، غنوريكم خطوات ديال نوع اخر من الاشهارات. غنختاروا هاد اختارينا هذاك بريد يو ار ايلز، ها هما كما قلنا راه كيكون عامر اشهارات، كنهبط كنحيدو لي باج لي زايدين، داكشي اش قلت لكم دخلوا من البيسي لقاش كيبان لكم كلشي قدامكم، كنهبط لتحت كنحاول نهبط كنعمر الكابتشا باش نفيريفي بلي انا راه ماشي غوبو داكوغ. كاين هنايا واحد لاسوس تاني اخر اللي غنقولو ليكم، بقاو معايا في الخط بقاش هاد الفيديو سجلتو قبل. المهم كندير الكابتشا كنشوف شنو طلبو مني باش نبين بلي انا شوي با ان غوبو، داكشي اللي قالوه ليا كنسيليكسيونيه صافي الكابتشا كدار. كاين واحد البياج كيطيحو فيه الناس بزاف هو انهم كيشوفو داك كليك هير لحقاش كتشبه الحقيقيه كيش كتشبه ليها، شفتوها انا غندور لكم عليها كيشوفوها كيكليكيو تما ما كيخرج لهم والو، هذيك مزيفه. انا غنوريكم الفرق ما بين الحقيقيه والمزيفه، ها هو دابا غيبان كدورت عليه. دونك الحقيقيه كتكون سامبل، كتكون سامبل واحد الباغ زرقاء فيها واحد كليك هير تو كونتينيو، ها هي هذه هي الحقيقيه، هذه هي الحقيقيه، هذه هي ديال السيت. اما هذه ماشي حقيقيه كما كتشوفوها راه ماشي سامبل،
فيها البلوسيال وفيها الزرق ماشي سامبل. الحقيقيه كاع اللي حقيقيين يكونوا سامبل داكوغ، يعني ما تعرفتوش على هذيك، هذيك ما غتخرجكم لوالو. دونك انا غنرجع لكابتشا مشات مع دوز بزاف الوقت، ديما كيخرجوا اشارات يعني خصني نحيدهم. كنرجع ندير الكابتشا، انا غنعاود نديرها ملي كتعطي الكابتشا اللي عفت عليها راه ممكن يخرج لك اشهار، راه عادي يخرج من الاشهار. فوالا كنمشي نعفط على الاصليه الحقيقيه، داك الكليك هير البوطون الحقيقي. هيا خرجت لنا خطوه اخرى، كنبقى متبع الخطوات حتى الاخر، حتى كتخرج لي داك الباج اللي وريتكم قبيله، هذيك هي الباج المهمه في هادشي كامل. فوالا ما غيكملو الثواني، هاهما كاينه هذاك ملي غيكملو الثواني غتاخد ليا، غتاخد ليا من واحد الباصه خضراء، حتى الباصه خضراء هما حتى هما دايرين ليها المزيفه والحقيقيه. هذه مزيفه، استنى هذه مزيفه والحقيقيه اللي تحتها، ها نتوما دايرينهم حتى بعضياتهم. المزيفه شو كي دايره والحقيقيه شوفوا كي دايره. ديما الحقيقيه كتكون سامبل وكتكون بحال كتبان لكم من داك النوع اللي قديم، اما المزيفه كتكون قادينها وداك الشيء. والحقيقيه ملي كندوز عليها لا سوري كتبدل لك، كتبدل لك كولور ديالها كما كتشوفوا. ها انا عفت على الحقيقيه، ها هي الباج الاخرى اللي خاصني نوصل ليها. كنجي هنا كنتحك كندير داك هذا صافي، كملنا من بونيوس اد. دابا غنشوفو كيفاش غنخدمو على الاشهارات الاولي، النوع الاول من الاشهارات اللي هو هذا بي تي سي ات اللي هما الاولين، هما هادو. شوفو دابا كيفاش غنخدمو عليهم، لاقاش هادوك هما مختلفين على بونيوس ات. هادو ابسط من بونيوس ات، بونيوس ات فيهم بزاف الخطوات وفيهم التعقيد وخصك توصل لواحد الباج الاخر. هادو ما عندك ما معقدين ما والو، بسيطين لواحد الدرجه كبيره. كتهفط على الاشهار عادي، كنوركو على اشهار، على شي اشهار. دونك هذا ما خدمش مزيان، تسناو الحقاش ضروري خاص تبان لكم واحد الحاجه، اللي ما بانش لكم فراكم فعاودوا محاوله اخرى، بقاو تحاولوا اكثر. ملي كيبدا الاشهار كترجع للباج الاولى، الباج الاولى كتبان لك بلي راه كيحسب لك في الثواني الاشهار، تما فين كتسمى بلي صافي راه كتشوف الاشهار. اما دابا ما خرجاتش لك هاد لاباج، ما خرجش لك هادشي، داك ما شتيش الاشهار، عاود دير محاوله اخرى. دونك هنايا كندير راس المقلوب صافي تشاف الاشهار. هاد البي تي سي ات ساهله بزاف على على البونيوس ات. كنمشي الاشهار الثاني نفس الشيء، كندوز الاشهار ثاني كنرجع للباج الاصليه، ماشي ضروري نبقى في الباج الثاني ديال الاشهار. غير المهم، المهم هو انني ما نحيدهاش، من سوبريمي لقاش التحيدات، هما كيقول لك راك حيدتيها وما كتشوفهاش. دونك كنتسنى الثواني حتى يكملوا، كنفيريفي. فوالا انا خديت الفلوس ديال الاشهار. كنمشي ثاني الاشهار اخر، ها هو نفس الخطوات. كاين واحد الطريقه اخرى ثاني، كنرجع كنلقى الثواني. كاين واحد الطريقه اخرى في هاد بي تي سي ات، بغيت كنتسنى نوريها لكم حتى هي. هاد بي تي سي ات بسيطه جدا مقارنه بالبونيوس ات صراحه. كاين هاد سمول ات فيهم طريقه اخرى، كتحافظ على الاشهار كتبان لك واحد الحاجه اخرى داكوغ، خاصها تتحقق. ما كيبانش لك عدد الثواني في الباج الاصليه، ولكن كيبان لك عدد الثواني في الباج ديالهم. هنا كان شي مشكل ديال الكونيكسيون، ها هو بدا. شتي اش كيبان لكم هنا؟